رحنا رحنا بالظاهر عادي جدا، وبعدين فجأة قالوا التحذير الأولاني، وبعد كده رش مية غرقوا هدومنا تماما، وبعدين بعد كده الخطوة اللي بعد دي على طول كان ضرب وشد من شعر وفحل، ودخلونا مبنى مجلس الشورى، وبعدين بعد كده أصروا إن هم يفصلونا عن الولاد، واحنا أصرينا إن احنا مش هنمشي غير لما يبقى معانا الشباب، لأن احنا يعني معظمنا كان داعي للمسيرة بتاعت أو الوقفة الاحتجاجية بتاعت مجلس الشورى، فما كانش منطقي إن احنا نسيبهم ونمشي يعني. ففعليا أصرينا إن احنا نركب معاهم، ركبونا في عربية رحلات واحدة، كنا أكتر من 40 حد، كنا هنتخانق طول الطريق من وسط البلد لغاية هنا. السواق كان بيسوق بطريقة غير عادية، لدرجة إن في ناس يعني في 2 من الولاد ركبتهم حصل فيها شرخ عشان المطبات العالية شديدة جدا اللي هو كان بياخدها. بعدين رمونا هنا على البلاط قدام القسم، قدام الحجز يعني. وشوية بشوية بدأ يبعتوا لنا ممثل حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بعدها ب10 دقايق بالظبط جه واحد ببدلة، غالبا هو أمن وطني احنا أول مرة نشوفه، وقال لنا أنتوا مش مفروض تبقوا موجودين هنا. فقلنا له إن احنا مش هنمشي من غير الولاد، فبدأ يقل أدبه. وبعدين بعد كده بدأت تظهر قوات وشالونا يعني سحلونا من على السلالم، وضرب وشتيمة وتحرش وكل الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده، ودخلونا جوه عربية الترحيلات، وبعدين قعدوا يلفوا بينا أكتر من ساعة، ورمونا على أول طريق الصعيد في حتة صحراء ما فيهاش أي حد خالص، فيها كشك، فيها عشة، فيها واحد، فيها بدو معاهم سلاح، مكناش عارفين نروح فين ولا نعمل ايه. خدوا الموبايلات من البنت، كان في بنت معانا معاها موبايل، خدوا الموبايل ورموه، وبدأوا يضربونا تاني واحنا في الصحراء، ونزلونا وسابونا ومشوا. ده اللي حصل يعني. انتوا راجعين دلوقتي تعملوا ايه؟ احنا راجعين تاني دلوقتي عشان نأكد انه دي ثورتنا ومش هنسيبها، وان ممارسات الداخلية القذرة مش هنسكت عليها، وزي ما كانت سبب في ان ثورة 25 يناير تحصل، هتكون سبب تاني ثورة تانية ضد الداخلية، ضد العسكر، وضد عودة الدولة القديمة بوشها القذر مرة تانية. نفس الأساليب دي كانت بتحصل أيام مبارك، البنات كانوا بيتاخدوا ويترموا في الصحراء بنفس الأسلوب وبنفس المنهج، التحرش والضرب وقلة الأدب والسفالة اللي احنا شفناها جوه برضو بتتكرر مرة تانية بعد ثورة، وبعدين 200 تانيين من الثورة بعد ما أصحابنا ماتوا والدم اللي فال قدامنا على الأرض. فاحنا مش هنسيب حق أصحابنا ولا هنسيب الثورة حتى لو كان ده على جثثنا. أحب أقول لهم إنه لو هم بيلعبوا على وتر إن احنا بنات فهنخاف أو هنتراجع، أو اللي هم بيعملوه دوت قد يمثل إدانة لينا في المجتمع، فلا، احنا برضو كنا موجودين من قبل 25 يناير، من أيام كفاية وأيام شباب من أجل التغيير، أيام ما برضو كانوا بياخدونا وكانوا بيرمونا في الصحراء ويعتقلونا ويعذبونا، واحنا لغاية دلوقتي مكملين وهنكمل لغاية ما نحقق كل اللي احنا عايزينه. طب انتوا راجعين للاسم ليه؟ احنا راجعين للاسم عشان نوصل رسالة إن احنا ما خفناش، وإن اللي هم عملوه معانا دوت ولا شيء، وإنه كمان نتضامن مع زمايلنا اللي جوه، الولاد اللي موجودين، اللي في الحقيقة معظمهم كانوا شباب تقريبا أول مرة يتم القبض عليه، وكانوا شوية متوترين، واحنا كنا بنحاول إن احنا يعني نقويهم بما إننا خبرة يعني في الموضوع، وجايين نقول لهم إنه اللي انتوا عملتوه النهاردة مش هيمر، وإن احنا رجعنا لكم تاني بنفسنا من نفس الاسم اللي انتوا ضربتوه فينا عشان نقول لكم إن احنا مكملين وإن احنا مش هنتراجع مهما كانت الحاجة. قرروا أي محضر ضد احنا فعلا هنعمل محاضر ضد الضرب والسحل والتحرش اللي حصل بالبنات أثناء لقنهم من الاسم اللي عشان يرمونا في الصحراء، بس احنا جينا هنا الأول عشان نوصل رسالتنا ليهم، وبعدين بعد كده نشوف الإجراءات القانونية.